هل من ذلك في أن نعتقد أننا على صواب لنحكم رأينا بالفعل؟ التجربة التاريخية أثبتت أن التغييرات التي تتم في المجتمعات إما تتم بواسطة القاعدة والتحرك ضد المجتمع وتكون أحيانا عنيفة أو تكون، وإما تتم بفعل كيفي من الحاكمين والنخب. غتحس وغتشعر معايا أن واحد مجموعة تحولات دارت في المجتمع، أحيانا المجتمع ما كانش بعيد عليها. كيف تعاملنا مع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية؟ اليوم في حياتنا في المجتمع مع كامل الأسف ظواهر المحافظة كثيرة جدا، بات نعيش بعض الحالات الإسكيزوفرين في المجتمع، أن الإنسان يعيش الشيء ويكون نقيبه ويحكيه كل فلسفة ديالو قائمة على أنه إلا دار وجهه في قدام المرايا غادي ربما خصو يسلك وجهه، ماشي لأنه غادي يحس بأن ما يستنكره هو هذه واحد ظاهرة ولات خطيرة. ولذلك أنا في اعتقادي ماشي بالعكس، حنا عملنا اليوم يسرع علينا نخوضوا المشاكل كلها اللي عندنا وكذا قائمة، إننا لازلنا نقاوم ولازلنا نواجه. فأنا أعتقد أنه الحب ديالنا في المجتمع الحداثي التقدمي اللي فيه الحرية الفردية وكذا لا شك أننا سنصل إليه، قد لا نحسن الخطى في هذه المرحلة أو قد لا ننجح في هذه المحطة، لكن تأكد أننا سننتصر إن شاء الله.